مراسلنا كريم احمد من ارض الملعب ومعاه احد نجوم هذا اللقاء حسين الشحات. يا كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك في البدايه وبكل مشاهديك نجوم الاستوديو التحليلي. معايا واحد من نجوم النادي الاهلي ونجم المباراه طبعا كابتن حسين الشحات. مبروك حسين النهارده مباراه جيده. انا عارف الاحتفال النهارده يمكن كان ليه طقوس خاصه معاك، ان العشره ونادي مصر المقاصه، انا عارف الامر ده، لكن بتشوف الجيم ازاي وبتشوف الاداء المميز للنادي الاهلي النهارده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على المكسب اهم حاجه، يعني المكسب احنا كنا محتاجينه جدا الفتره ديت، محتاجين ان احنا نلعب على المكسب الفتره الجايه كل مباراه. فطبعا يعني النهارده بنلعب مصر المقاصه، فريق محترم وفريق كبير، فطبعا كنا عاملين حساب واللعيبه كلها والجهاز كلهم، فحتى اتكلمنا مع بعضينا. طبعا الاحتفال ما ينفعش احتفل مع مصر قدام مصر المقاصه، مصر المقاصه بيتي، اول فريق لعبت فيه في دور الممتاز، وفضل كبير على حسين الشحات، فما كانش ينفع احتفل النهارده. فالحمد لله يعني اهم حاجه المكسب النهارده، افتكر اهم حاجه يعني. النهارده يمكن جيم مميز جدا، بنشوف ثنائيات، بنشوف مربعات، بنشوف تحركات بشكل كبير. انا يمكن شايف وبنتابع في التدريبات مستر مارتن بيبقى تعليمات مكثفه ليك ولكل اللعيبه، النهارده في اختلاف شويه يا كابتن حسين. طبعا احنا زي ما بقول لك احنا محتاجين الفتره دي كنا محتاجين المكسب، فمحتاجين ان احنا نلعب مع بعض، محتاجين ان احنا كنا نبقى مع بعض كويس، محتاجين ان احنا نلعب اللعب زي ما انت بتقول دوت مثلثات ومربعات، كنا محتاجين جدا النهارده. فاهم حاجه يعني زي ما بقول لك احنا لازم نرجع السكه. نادي الاهلي طبعا نادي كبير، يعني بيلعب على بطولات دايما، سواء الدوري افريقيا كاس اي بطوله. فالحمد لله احنا لسه الدوري في الملعب، فان شاء الله هنقدر نحقق الدوري ان شاء الله زي ما احنا كده ان شاء الله خطوه خطوه. تركيز عليها حسين الفتره الجايه، عندنا مباريات كتير جدا وعندنا بطوله افريقيا وبطوله الدوري، شهر 2 كمان مليء بالمباريات، ازاي تقدروا تتعاملوا مع الامر ده ومع التلاحم الكبير من المباريات يا حسين؟ طبعا يعني اهم حاجه التركيز، ماتش الماتش الماضي احنا خلاص خلصنا مصر المقصه النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمنا نبدا صفحه امبي ان شاء الله المباراه الجايه، دجله قصدي دجله المباراه الجايه، فطبعا ربنا يكرمنا ان شاء الله نكسب ودي نكمل في الدوري، بعد كده نقفل الدوري ان شاء الله، بعد كركس افريقيا. بس اهم حاجه مباراه دجله الماتش الجاي، دي اهم حاجه يعني ان شاء الله. اتمنى حضور الجمهور حسين. طبعا اتمنى حضور الجمهور. الاهلي طبعا عظيم، بيقدر يفوق كل لعيب، بيقدر يخلي لعيب يطلع اللي عنده، فان شاء الله اتمنى الفتره الجايه يبقوا موجودين اكتر ان شاء الله. طول عليك، لكن اخد منك رساله لكل جمهور النادي الاهلي، منتظر منك كتير ومنتظر من اللعيبه ان شاء الله تكونوا على قلب رجل واحد كالعاده. كابتن حسين الشحات، ممكن يقول لكل الجمهور اللي مش متواجد والجمهور اللي بيكون متواجد؟ والله بقول لهم ان شاء الله ما تقلقوش، خليكم دايما عندكم ثقه في لعيب النادي الاهلي، ونادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي ما يعني بيمرض بس ما بيموتش، وان شاء الله الفتره الجايه هيقدر يقوم وهيقدر يحقق الدوري ويحقق افريقيا ان شاء الله الفتره الجايه. حبيبي الله يبارك فيك. حبيبي بنشكر اكيد الكابتن الكبير كابتن حسين الشحات، واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده. يا كابتن اسلام، في اختلاف كبير للنادي الاهلي، اختلاف بشكل كبير جدا في الاداء وفي الاصرار وفي العزيمه، واضح بشكل كبير استمرت لاسارتي بيحفظ جمل تكتيكيه اللعيبه، يمكن النهارده كانت فايقه بلغه الكره، بتمنى الاستمرار على المستوى المميز ده بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي سلسله الانتصارات تعود من جديد، ويعود النادي الاهلي من جديد يا كابتن اسلام الى مكانه الطبيعي وهو المركز الاول، ومنها ان شاء الله الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. مستمرين معاك يا كابتن اسلام كالعاده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ولقاءات خاصه عقب فوز النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا يا كريم.